صباح الخير ونستهل النشرة بالعناوين. عشرات الشهداء والجرحى بقصف أمريكي على مجلس عزاء بكركوك، وطهران تقول أن ذريعة محاربة الإرهاب لا تبرر قتل الأبرياء. الميادين تكشف الخطة التي يتم تنفيذها بين إسرائيل والمجموعات المسلحة في الجولان لترحيل عشرات آلاف السوريين إلى كندا عبر إسرائيل. كلينتون تصف ترامب بأنه الأكثر خطرا على الديمقراطية، والأخير يتهمها بأنها الأكثر فسادا. حرب داعش والعراق، سلسلة أفلام وثائقية على شاشة الميادين بدءا من اليوم. استشهدت 20 امرأة وأصيبت 45 بجروح من جراء قصف جوي للتحالف الأمريكي جنوب كركوك. مراسلنا أفاد بأن القصف استهدف مجلس عزاء في داقوق جنوب المدينة. إيران دانت قصف طائرات التحالف مراسيم عزاء في مدينة داقوق، وأكد المتحدث باسم خارجيتها وهرام قاسمي أن مهاجمة طائرات التحالف الأمريكي الأبرياء من الشعب العراقي بذريعة مكافحة الإرهاب لا يمكن تبريرها، ودعا إلى كشف الستار عن أبعاد ما وصفها فجعة مراسيم العزاء وإلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإرسال قوات إضافية إلى محافظة كركوك. المحافظة شهدت أمس هجوما لداعش استهدف مقر ومراكز أمنية، بينها هجومان انتحاريان استهدفا محطة الدبس لتوليد الطاقة، فيما تمكنت القوات الأمنية من قتل المهاجمين والسيطرة على الوضع بالمحافظة. وقالت مصادر كردية إن حصيلة الشهداء بلغت 26 شهيدا وأكثر من 50 جريحا. أفادت قوات الحشد الشعبي بصد هجوم لداعش في منطقة الحضر جنوب غرب الموصل استخدم فيه غاز الكلور. ومع استمرار عملية تحرير الموصل، حررت القوات العراقية قرى تل الطيبة والشك ونعناعة والشورى الجديدة وتل واعي جنوب المدينة. على المحور الجنوبي لمدينة الموصل تتابع القوات العراقية تقدمها وتثبت مواقعها التي استعادتها من تنظيم داعش. بعد تحرير تل السمن دخلت القوات العراقية قرية الشك وتابعت تقدمها لتستعيد السيطرة على تل الطيبة، أهم تل مشرف على منطقة الشورى عقب اشتباكات متقطعة مع تنظيم داعش. هذا التقدم للقوات العراقية أجبر عناصر داعش على التراجع إلى داخل الشورى والرد بإرسال سيارات مفخخة باتجاه مواقع القوات المشتركة التي تمكنت من تفجيرها. الطائرات الحربية العراقية حلقت بالتزامن مع التقدم الميداني وشنت غارات مكثفة على أطراف الشورى مستهدفة مواقع داعش. إلى الجنوب الغربي من الموصل صدت قوات الحشد الشعبي هجوما لداعش في منطقة الحضر استخدم فيه التنظيم غاز الكلور، في الوقت الذي يستعد فيه الحشد الشعبي لما يسميه المشاركة الفعلية في المعركة التي ستقرب من الحسم. نحن من حيث المشاركة الآن متواجدون في الميدان، ولدينا مسك أرض، لدينا إسناد، ولدينا متابعة أي خرق يحصل نحن بالمرصاد، لكن العملية الكبرى للمشاركة الفعلية للحشد الشعبي والمحور القادم بالتأكيد سينطلق، وإذا انطلق سيكون مفاجئ، سيخفف عن الجبهة الجنوبية والشرقية من جهة، وسيقوم بتقطيع أوصال داعش، وأعتقد سيقرب من الحسم إن شاء الله. تقدم القوات العراقية مستمر أيضا في المحور الشرقي لمدينة الموصل، ولا سيما مع إحكام السيطرة على مدينة البرطلة وتفكيك الألغام التي زرعها داعش في المنطقة، فيما تواصل القوات اشتباكاتها مع عناصر التنظيم وتتقدم نحو الحمدانية بمشاركة قوات البشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي.
من بغداد ينضم إلينا مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله صباح الخير. إذا هل هناك أي تطورات ميدانية بارزة هذا الصباح واليوم؟ أي مناطق أو قرى ستجري فيها عمليات عسكرية وسيتم العمل على تحريرها؟ نعم أحمد، بالنسبة للعمليات في الموصل، مركز المحافظة ضغط القوات العراقية تمثل بالمحور الجنوبي على اعتبار الاندفاع الأسرع الذي تحقق خلال العمليات التي انطلقت في 17 من هذا الشهر. مكن القوات الأمنية العراقية من الاندفاع وتحقيق سيطرة نوعية في المحور الشرقي بذر قلة، واقتربت بذلك القوات الأمنية العراقية على ضفاف نهر تجلى، ومديات الصواريخ التي لدى جهاز مكافحة الإرهاب الذي خاض العملية كانت قد قلصت إلى مسافات قصيرة، وبالإمكان استهداف تحركات داعش وخطوط إمداده في الساحل الأيسر، خصوصا أن هذا الساحل هو الذي يكثر الحديث عن وجود مقرات سيطرة وإدارة عمليات التنظيم، وترك للساحل الأيمن عملية الانسحاب صوب البعاج والحظر وصولا للحدود العراقية السورية. الاندفاع الذي تريده قوات جهاز مكافحة الإرهاب أن يواكبها هو اندفاع الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي بعدما تمكنت من السيطرة على أدوازات واندفعت للشورى الجديدة من محور الشورى وطريق زلكة في جنوب الموصل. هذا المحور هو محور رئيسي يتفرع إلى محور فرعي، الأول يندفع صوب الشورى الجديدة وسيطر عليها بالفعل، وأصبحت القوات الأمنية العراقية على مشارف مركز الشورى، ومديات الصواريخ الذكية تصل إلى حمام العليم من مدفعية ميدان الشرطة الاتحادية. والمحور الثاني هو المحور الفرعي الذي يسيطر على طريق الحود الحضر، أي محور غرب الموصل، والذي كان قد شهد يوم أمس إحباط عملية هجوم لمسلحي داعش تمثلت بضربات بغاز الكلور حاولت استهداف القطعات الأمنية العراقية، وحاولت استهداف انتشار أمني عراقي تريد تنفيذ قوات الشرطة الاتحادية مع قوات الرد السريع باتجاه تقاطع الحضر القيارة. هذا من جهة. من جهة أخرى، الاندفاع في شمال شرق الموصل من سهل نينوى باتجاه مركز المدينة هو اندفاع للفرقة 16 في الجيش العراقي، والذي يهدف لعمليات عزل ما بين سهل نينوى وما بين بعشيقة، هذا أولا من أجل أن تتم عملية استنزاف داعش داخل بعشيقة ومركزها قبل الشروع بأي عملية عسكرية تستهدف السيطرة على المدينة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات عبد الله بدران مراسل ميادين في بغداد. النائب في مجلس النواب العراقي مشعان الجبوري قال في لقاء مع الميادين أن الطائرات الأمريكية لم تساند القوات العراقية خلال معركة الموصل. كلنا لاحظنا أن الطيران الأمريكي خذل القوات العراقية ولم يقم بأي طلعة جوية فوق القوات العراقية أو يساندها، رغم أننا اليوم تعرضنا إلى حوالي 30 سيارة مفخخة في قاطع جنوب الموصل عدا الانتحاريين، وكان بمقدور القوات الأمريكية أن يعني تجعل المعركة أسهل، وكان عندنا واجب بالغ الأهمية ربما كنا سنحقق أفضل منه لو تقدم الإسناد من الطيران الأمريكي للقوات العراقية. ولكن مع أن الأمريكان قبل بدء المعركة وعندما حددوا مواعيدها ومن يأتي ومن لا يأتي كانوا يتحدثون عن إسناد كامل. سمعت أجراس الكنائس للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في بلدة برطلة شمال العراق بعدما حررتها القوات العراقية من تنظيم داعش. هدوء حذر عاد إلى هذه المنطقة التاريخية في أعقاب استعادتها من داعش مع تقدم القوات العراقية باتجاه الموصل، وبعدما كانت هذه البلدة موطنا لألاف المسيحيين الأشوريين خلت برطلة من سكانها عام 2014 عندما استولت عليها داعش. احنا في مركز مدينة برطلة عند كنيسة مريم العذراء عليها السلام. تم تطهير المنطقة والحمد لله منذ يوم أمس وخلال ساعات محددة، واليوم هي المرحلة الثانية، هي مرحلة التطهير وتفتيش المنازل والقضاء على المتبقي من الدواعش في ضمن المنازل المختبئين في المنازل. المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفينا شمتساني قالت أن مسلحي داعش اقتادوا 550 عائلة واحتجزوها قرب مواقعهم في مدينة الموصل لاستخدامهم دروعا بشرية على الأرجح.
داعش أجبر نحو 200 عائلة على الخروج من قرية السلامية والسير نحو الموصل في 17 من أكتوبر تشرين الأول. أيضا في اليوم نفسه 350 عائلة توجهوا من قرية النجفية نحو الموصل، هذه كلها في ضواحي الموصل. يبدو واضحا أن سياسة داعش هي منع المدنيين من الهروب إلى مناطق تسيطر عليها القوات العراقية. إننا ندرس أيضا تقارير تفيد بأن على الأقل 40 مدنيا قتلوا برصاص داعش في إحدى القرى خارج الموصل. دعا وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر وخلال زيارته دولة الإمارات العربية دعا إلى دور لتركيا في معركة الموصل. أعتقد أن العراق يدرك أن تركيا جزء من التحالف الدولي ضد داعش، كونها تجاور الموصل التي هي منطقة معقدة وبالتالي تتأثر بها كغيرها من الدول المحيطة. العراق وتركيا ونحن ندرك ضرورة إسهام الجميع في عملية الموصل. في غضون ذلك نفى ناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي وجود اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن معركة الموصل، وأضاف للميادين أن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر نقل للمسؤولين الأتراك موقف بغداد بخصوص أي دور أجنبي وضرورة تنسيقه معها رسميا. الحديثي أكد أن الحكومة العراقية هي من يحدد شكل ومدى وطبيعة التعاون إذا رغبت أي دولة بتقديم الدعم للعراق. فصل قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. في موسكو أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلق بلاده من شن تركيا ضربات جوية على الأراضي السورية، وقال إن الضربات تركز على المناطق الكردية، فيما أهداف التحالف الدولي يفترض أن تكون جبهة النصرة وتنظيم داعش. نعرب عن قلقنا الشديد بشأن التصريحات التركية عن قصف بالطائرات شمال سوريا، كما نفهم فأن الحديث يدور حول توجيه ضربات على المناطق والأقاليم التي يسكنها الكرد. وفي هذا الصدد نود القول أن تركيا هي عضو في التحالف الأمريكي الذي أعلن أنه يهدف إلى مكافحة تنظيم داعش وجبهة النصرة. لافروف في مؤتمر صحفي مع ناظره الجواتيمالي قال إن الإرهابيين يخربون جهود الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب. جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وكل التنظيمات التي تتعامل معها تفشل جهود ومحاولات الأمم المتحدة التي ندعمها وتدعمها الحكومة السورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب. المسلحون يقصفون الطرق والمسارات التي يمكن عبرها إيصال المساعدات إلى حلب، كما يستخدمون أسلوب الابتزاز لمنع خروج المدنيين من المدينة. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات جنيف هذا الأسبوع بين واشنطن وموسكو وعواصم أخرى تحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حلب. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أمل بتسوية القضايا التي لم تحل خلال الأيام المقبلة برغم وجود فجوات. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قرارا يشدد على ضرورة وقف الغارات السورية والروسية على مدينة حلب، وقد رفض المجلس التعديلات الروسية على المشروع ما دفع المندوب الروسي أليكسي بورودافكين إلى القول إن ما حصل هو دعم للإرهابيين. تقرير موسى عاصي. لم يكن مفاجئا أن يمر مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا باسم مجموعة دول أوروبية وخليجية والولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، فقد جرت التحضيرات لهذا القرار الذي يدعو إلى إجراء تحقيق خاص حول ما يجري في حلب بدقة من قبل مجموعة الدول المناهضة لسوريا وروسيا. واستمرت المحاولات التي قام بها المندوب السعودي حتى خلال انعقاد الجلسة. المشروع بدا رسالة موجهة مباشرة لروسيا.
أريد أن أسأل سؤالا مباشرا لروسيا، لماذا أنتم تستهدفون السكان في حلب؟ المملكة المتحدة تندد بالانتهاكات التي يرتكبها الأسد وميليشياته وبالدعم الروسي بأقصى العبارات. بالنسبة للجانب الروسي، ما تضمنه القرار البريطاني لا يتطابق مع أرض الواقع. الممرات الإنسانية مفتوحة وتعمل لإجلاء الجرحى، وعناصر النصرة يقتلون الناس الذين يريدون المغادرة، وبريطانيا وبعض أعضاء المجلس لا يعلمون بذلك أو يحاولون تجاهله. هؤلاء الذين يتهمون روسيا بجرائم ضد الإنسانية عليهم تحليل التاريخ الحديث وما فعلوه في العراق وليبيا. نعلم أن المسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة اعترفوا بهذه الأخطاء كأخطاء حرب، لكن ما جرى لم يكن خطأ بل كان جريمة، وأتساءل من سيكون مسؤولا عنها. هذا سؤال للبريطانيين ولبعض الزملاء الغربيين الذين تحدثوا مطولا عن المسؤولية والمحاسبة. الحكومة السورية رأت في الجلسة الاستثنائية ما يفقر مصداقية مجلس حقوق الإنسان. هذه القرارات باتت تلعب دورا محوريا في إطالة الأزمة في سوريا وفي مزيد من معاناة السوريين ومزيد من سفك الدماء، لأنها ترسل رسالة سياسية إلى الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم ويتسببون بمقتل السوريين، بأن لديهم غطاء سياسيا على الصعيد الدولي يغطي على جرائمهم ومجازرهم. استنادا إلى القرار الجديد، بات للجنة تقصي الحقائق في سوريا مهمة جديدة حول التحقيق بما يجري من انتهاكات في حلب، إلى جانب مهمتها الأساسية وهي التحقيق بما يجري في كل سوريا. يربط البعض بين الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول حلب وبين تطورات الميدان في شرق المدينة. عند كل تراجع للمجموعات المسلحة، تحاول الدول ذاتها تحريك المسارات الإنسانية للحد من الاندفاعات العسكرية. موسى عاصي، جنيف، الميادين. أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي تمديد الهدنة في حلب يوما إضافيا، وأضافت أن المسلحين في حلب بدأوا في الحصول على مضادات طيران محمولة على الكتف، فيما يستعد أكثر من 1200 مسلح لاقتحام المدينة من الجهة الجنوبية الغربية. الإرهابيون يستغلون وقف إطلاق النار، ونحن نرى أن تركيزهم حول حلب وتحضيراتهم جريمة أخرى في المناطق الشرقية من المدينة. فقط خلال 24 ساعة الماضية جاء أكثر من 200 مقاتل إلى مناطق المنصور والكرسي ومنطقة 1070. في المجموع هناك جماعات مسلحة غير شرعية وأكثر من 1200 شخص، بما في ذلك نحو 30 انتحاريا من أجل هذه الهجمة من الجانب الجنوبي الغربي. لديهم دبابات وعربات مدرعة وأكثر من 20 شاحنة مزودة بمدافع رشاشة. قال تقرير سري قدم لمجلس الأمن الدولي إن تحقيقا دوليا يتهم القوات السورية بالمسؤولية عن هجوم بالغازات السامة. وأنحى التقرير الذي استمر 13 شهرا للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية باللوم على القوات الحكومية في هجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب العام الماضي. ومن المتوقع يمهد هذا التقرير لمواجهة بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن كيفية الرد. الميادين تكشف في هذا التقرير الخطة التي يتم تنفيذها بين إسرائيل والمجموعات المسلحة في منطقة الفصل في الجولان وتخومها من أجل ترحيل عشرات آلاف السوريين إلى كندا عبر إسرائيل، وفق خطة لإنشاء منطقة أمنية على غرار ما حدث في لبنان. العملية تتم بالترهيب والترغيب، والسكان يتعرضون لأشد أنواع الضغوط. الخميس الماضي كان وزير خارجية كندا ستيفن دايان يقود حشدا من عشرات الدول الغربية والعربية مع إسرائيل، فتعقد اجتماعا خاصا للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا. الاجتماع أتى ضمن حملة منظمة بدأتها الدول الغربية لتغيير الأوضاع لمصلحتها في المحافل الدولية بعد فشل وكلائها في تغيير المعادلات الميدانية. وكندا على بعدها عن سوريا مشتركة في عملية تطهير عرقي لحساب إسرائيل تجري خلف دخان المدافع في شريط ممتد في السهول والوديان من درعا إلى القنيطرة. المنطقة غنية بمواردها المائية وتربتها الخصبة وبثرواتها الباطنية، وهي تقع عند مثلث استراتيجي بين فلسطين المحتلة والأردن وسوريا، ولا تبعد كثيرا عن العراق ولبنان.
لم يذكر بشار الجعفري مندوب سوريا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام شيئا عن المشروع الكندي، لكنه تحدث عن الخطة والمستفيد المباشر منها. تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا إلى بسط نفوذها على منطقتي وادي اليرموك ووادي الرقاد بريف درعا المتاخمتين للجولان السوري المحتل، وصولا إلى الحدود السورية الأردنية. كل ذلك يتم بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيمات مثل داعش وجبهة النصرة وأخرى تابعة لما يعرف بالجبهة الجنوبية. تتسم البلدات والقرى في المنطقة بكثرة السكان، والمنسقون مع إسرائيل من المسلحين يلجؤون لعدة أساليب من الترهيب والترغيب، حيث تعمل هذه الجماعات الإرهابية على إفراغ العديد من القرى السورية من سكانها عبر الضغط عليهم من خلال حرمانهم من حاجاتهم اليومية والاستيلاء على المنازل التي غاب مالكوها عنها لمدة تتجاوز اليومين ومنعهم من العودة إليها. وعلمت الميادين من مصادر خاصة أن العناصر المسلحة المنتشرة في الشريط الممتد من ريف القنيطرة إلى بلدة الشجرة متورطة في تنفيذ الخطة الكندية الإسرائيلية لتفريغ المنطقة من سكانها وتسليمها سائغة لإسرائيل كمنطقة أمنية عازلة. تقضي الخطة بأن تتكفل كندا لمن يرغب بالمغادرة عن طريق إسرائيل بتوفير الإقامة وبدفع نفقات السفر، وهي تعرض استقبال 10,000 أسرة أي ما يزيد عن 50,000 سوري وفق الخطة. بالطبع وزير خارجية كندا لم يتشاور مع الحكومة السورية في هذا الموضوع، أما تنسيق حكومته مع إسرائيل ومع المجموعات المسلحة لتهجير 10,000 السوريين من وطنهم فلا يمكن وصفه إلا بأنه عمل استعماري. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. في إطار مصالحة المعظمية في ريف دمشق، بدأ مئات الشباب من أهل المعظمية بتسوية أوضاعهم. مصالحة المعظمية تضغط على بلدات أخرى للمضي في طريق المصالحات. محمد الخضر. خطوة أخرى تكمل مصالحة المعظمية. مئات المسلحين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية يبدأون تسوية أوضاعهم، تسوية تلي إخراج أكثر من 800 مسلح مع عائلاتهم، وتمهد لدخول مؤسسات الدولة وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة. بيسلموا السلاح، ناخذهم على مركز للتسوية، بيسجلوا أسماءهم، بيرجعوا بيقعدوا بأمان لحين تسوية أوضاعهم. طبعا أعداد ليست قليلة وليست كثيرة كما يذاع، يعني مثل ما قالوا آلاف وكذا، ما في هيك شيء، بس شباب طوعيا عم يجوا، وأتمنى خلال الأسبوع أو الأسبوع القادم يعني إعلان المعظمية مدينة آمنة خالية من السلاح. يلقي مئات الشباب سلاحهم في رحلة التخلص من عبء 5 سنوات من الحرب والدم، مشوار يعكس إرادة صلبة بالبقاء والبدء من جديد رغم وعورة الطريق. سلمت سلاحي وبدي اطلع ساوي وضعي وبدي ارجع لحضن الوطن وارجع على الجيش. ما رضينا نحن نطلع من بلدنا مشان ما نتهجر، وبدنا نعيش ببلدنا بامان وسلام، يعني ما مثل ما كانت الامور ما قبل الازمه في سوريا. باقيين هون ما بدي اطلع من هون لانه ما لي شيء برا، اللي بيطلع من بلده مو ظابطه مع بنور. شو جاي سلم؟ صواريخ صنع محليه. مصالحة المعظمية توسع قوس الأمان حول دمشق وتدفع جهودا كبيرة تبذل بصمت لتصليب مصالحات بيت سحم ويلدى وببيلة وصولا لإحداث خروق في مناطق ساخنة. هناك جهود حقيقية على مستوى كل باقي المناطق التي لم تعد آمنة حتى الآن، مثل ببيلة، يلدى، بيت سحم، حتى دوما، حتى الغوطة الشرقية، حتى التل قد تكون قريبا كمان أيضا منطقة التل بإذن الله على غرار ما حصل في المعظمية. أسبوع أو أقل وتعلن المعظمية مدينة آمنة. تجمع سكاني يضم 40,000 نسمة يعودون إلى حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الحرب والتوتر أتعبت الجميع. محافظة ريف دمشق آمنة لم يعد هدفا بعيد المنال. خط المصالحات يتسع شمالا وجنوبا وغربا مستندا إلى تقدم ميداني وضغط شعبي يدفع باتجاه الصلح والتسامح. محمد الخضر من المعظمية في ريف دمشق الجنوبي، الميادين.
اعتدت مجموعة جنود إسرائيلي بالضرب على فلسطيني خلال اعتقاله في الضفة الغربية. المشاهد التي تسربت تظهر عملية ضرب وركل الفلسطيني هيثم سياج، ورغم النداء الذي أطلقته والدة هيثم كما يظهر في الفيديو المسرب، فإن الجنود يواصلون ضربه. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم يا كلاب يا كلاب. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح إن الواقع العربي مشغول بنفسه وغير مكترث لفلسطين، مضيفا إن بعض الدول تهرول للتطبيع مع إسرائيل. وفي كلمة له خلال ذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، أكد شلح أن الأمة العربية تفاجأ بموقفها الدال على أن فلسطين لم تعد تعني لها شيئا. أن يعلن الرئيس محمود عباس أبو مازن إلغاء اتفاق أوسلو من الجانب الفلسطيني، وأن يوقف العمل به في كل المجالات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وعدت الشعب الفلسطيني بدولة في حدود 1967، فبعد 23 سنة من الفشل الذريع والخيبة لم تقم الدولة، ولا أمل بأن يتحقق ذلك في المدى المنظور. شلح توجه إلى القادة العرب قائلا أن من يستطيع حمايتهم فقط هي شعوبهم، مؤكدا أن هذه الشعوب تكره إسرائيل، كما رأى أنه ليس من حق أحد انتقاد قبول المقاومة الفلسطينية الدعم من إيران. إننا نقول اليوم وبكل صراحة ووضوح، حين يدير العرب ظهرهم لفلسطين ويأخذون إسرائيل بالأحضان، فلا يحق لأحد، لا يحق لأحد كائنا من كان أن يتهم المقاومة الفلسطينية أنها تتلقى الدعم وأنها تتلقى الإسناد والعون ممن يمد يده لها بكل الدعم والإسناد لنصرة فلسطين وشعبها الذين تخلى عنهم أهلهم من العرب. وأعني هنا تحديدا إيران التي يعتبرها بعض العرب اليوم العدو البديل لإسرائيل، وهي تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تعلن إصرارها على التمسك بموقفها الداعم لقضية فلسطين والمقاومة، وتأكيدها في كل مناسبة أن فلسطين لابد أن تعود لأهلها وأن إسرائيل كيان غاصب وإلى زوال. هذه المواقف جاءت في مهرجان جماهيري حاشد أقامته حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى انطلاقتها 29، حيث أكدت الحركة ومعها باقي فصائل المقاومة التزامها بنهج التحرير. تقرير أحمد شلدان. الآلاف من أنصار حركة الجهاد الإسلامي أحيوا ذكرى انطلاقتها 29 في مهرجان حاشد شهد مشاركة واسعة من الفصائل والأجنحة العسكرية كافة التي أكدت التزامها بنهج المقاومة وتمسكها بالثوابت. بنجهز إن شاء الله لمرحلة التحرير، لأنه وصلنا لمرحلة الدفاع عن النفس إلى ضرب نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، وفرضنا عليها مصطلحات الدفاع. هذا عام جديد يضاف إلى السنوات التي قضتها حركة الجهاد الإسلامي في إطار المقاومة، سواء في إطار تطوير البنية أو الاستعدادات أو الأدوات الكفاحية. لا خيار لتحرير فلسطين إلا بالمقاومة، كانت أبرز الشعارات التي رفعت في المهرجان، والذي تميز بالتركيز على المرحلة المفصلية للقضية الفلسطينية وما تمثله حركة الجهاد من ثقل واضح في هذا المجال. الجهاد الإسلامي ما يميزها في كل مراحلها أنها كانت دائما تسخر كل جهودها من أجل فلسطين، لم تتطلع إلى أي مكاسب سياسية في مسيرتها، وهي إلى الآن متمسكة بخيار المقاومة والتحرير
كخيار استراتيجي ثابت. وجاء هذا المهرجان تتويجا لعدد من الفعاليات التي أقامتها حركة الجهاد على مدار الأيام الماضية إحياء لذكرى انطلاقتها، في ظل التشديد على أن تطور عمل الحركة على مدار تاريخها كان نتاج الالتفاف الجماهيري الواضح حولها. رفع الجهاد الإسلامي لشعار الجهاد ميلادنا المتجدد يمثل نقلة نوعية تجاه استراتيجية جديدة تقوم على حتمية التحرير، فتأسيس جيل المقاومة مهمة يعمل عليها، والآتي هو استغلال الإمكانات والقدرات المتاحة لتحقيق هذا الهدف. أحمد شلدان، غزة، الميادين. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. تظاهرات الشرطة الفرنسية مستمرة. أهلا بكم من جديد. اتهمت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون منافسها الجمهوري دونالد ترامب بتهديد الديمقراطية الأمريكية من خلال إثارته شكوكا حول صدقية الانتخابات الرئاسية. كلينتون قالت خلال تجمع انتخابي أن ترامب يرفض الإعلان عن أنه سيحترم نتائج الانتخابات، وبذلك فأنه يهدد الديمقراطية في الولايات المتحدة. بدوره قال دونالد ترامب أن هيلاري كلينتون هي الأكثر فسادا وتسعى للحصول على منصب الرئاسة. ترامب وفي كلمة خلال تجمع انتخابي قال: سنفوز بالانتخابات ونهز العالم كما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في نيويورك حذر المقرر الأممي لشؤون حقوق الإنسان بن أميسون من أن الحرب في اليمن فيها الكثير من الشوائب لنحية المشروعية وأسلوب خوض الحروب. وفي تصريح صحفي أعرب أميسون عن تفاؤله بإمكانية ملاحقة ما وصفهم بمرتكبي جرائم الحرب في اليمن. يعتبر اليمن من أكثر المناطق إثارة للقلق في الوقت الراهن بسبب الحرب هناك وما ألحقته من دمار طال المرافق الإنسانية. الأزمة هناك لا تقتصر على أزمة اللاجئين في داخل اليمن وخارجه، بل تثير قضايا حقيقية تتعلق بشرعية استخدام السلاح. كل أعضاء المجتمع الدولي المشاركين في النزاع أو داعمين لطرف ما فيه باتوا يدركون أن عدد الضحايا المدنيين بلغ مستوى غير مقبول. هذا الواقع أدى إلى نتائج إيجابية، حيث تبذل محاولات جدية من أجل التحقيق في جرائم الحرب المزعومة ولمحاكمة الجنات. وقفات احتجاجية غاضبة في العاصمة صنعاء تنديدا بمجزرة التحالف السعودي في صلاة العزاء، ودعوات إلى إعلان النفير العام ودعم جبهات القتال. تقرير أحمد زبيبة. خرج اليمنيون من أكثر من منطقة في مديرية الثورة بصنعاء في وقفات احتجاجية غاضبة، عبروا خلالها عن وحدتهم ورفعوا شعاراتهم التي نددوا فيها بمجزرة الصالة الكبرى. ندين ونستنكر استهداف القاعة الكبرى المعزون فيها من المدنيين والحاضرين للتعزية، وندين ونرفع للأمم المتحدة بأن هذا وسمة عار استهداف اليمنيين من الشيوبة ومن الأطفال والشيوخ والنساء. وما بعد جريمة الصالة الكبرى ليس كما قبلها، فليس استهداف اليمنيين في مجالسهم وفي قاعات عزائهم وأفراحهم بالأمر الهين والسهل، وهذا استنفار وإعلان نفير عام من جميع قبائل اليمن ومدن اليمن وشرائح اليمنيين بكافة طوائفهم. لم يعد للتحالف السعودي سوى الأهداف المدنية والمدنيين من النساء والأطفال، هكذا يقول المحتجون في منطقة سواد حنش بصنعاء في وقفة احتجاجية أخرى، وصفوا خلالها السعودية بالمتهكمة على القيم والأخلاق والمسرفة في القتل من دون تحرك من العالم بحسب ما قالوا. النفير العام في مواجهة هذا العدوان السعودي الأمريكي الغاشم. ندعو الجميع إلى الذهاب إلى الجبهات، كل من يسبح سلاحه وإلى الجبهات لرد العار ورد العدوان. النفير العام في مواجهة التحالف مطلب كل اليمنيين في كل وقفة احتجاجية، مع الاستمرار في دعم الجبهات بالمال وبالرجال. لا يمر يوم إلا ويخرج اليمنيون منددين باستمرار مجازر التحالف السعودي، وآخرها مجزرة القاعة الكبرى، معلنين النفير العام في مواجهة التحالف السعودي حتى انتهاء الحرب. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين.
إلى تونس، حيث تتواصل الاحتجاجات على مضمون مشروع الموازنة العام 2017. المحامون احتشدوا في وقفة لهم ملوحين بالتصعيد. عماد شطارة. يوم غضب للمحامين في تونس، احتجاجا على ما جاء في مشروع موازنة 2017 لمحاربة التهرب الضريبي. إضراب عام وتأكيد على أن القانون الذي يصفونه بالمجحف والظالم يجب أن يسقط أو يعدل، أو أن عنوان المرحلة المقبلة سيكون التصعيد. بدأنا أول السلم بإضراب، والمحاماة التونسية راهي رشيدة ولها عقل ولها تدبير، وبالتالي فنحن مع المرحلية ومع المراحل في النضالات. بدأناه هذا اليوم بإضراب، وفي لاحق الأيام إن شاء الله نحن وربما والمفاوضات، وننتظر بعض الإشارات ربما الإيجابية لنعدل أوتارنا وفقها. رسالة أراد أن يوجهها المحامون بقوة إلى حكومة الشاهد، بعدما شبه أحد أعضائها المحامين الذين لا يقومون بواجبهم الجبائي بالمهربين. إدانة لقطع الحوار من جانب واحد، وفرض إجراءات وصفوها بغير الدستورية، يفرض من خلالها على المحامي دفع ضريبة مسبقة على دخل لم يتقاضه بعد. إضافة اللي تمت هي غير دستورية، مخالفة لأحكام الدستور، لأنه مش من المعقول ومش من المنطق أنه محامي يدفع ضريبة على أجر مازال ما تحصلش عليه ومازال ما خذاش. المحامين ما همش على راسهم ريشة. إذا كان ثم مشكلة تتهرب، أولا راي ما هيش خاصة بالمحامين، ثانيا دور الدولة أن تواجه، وبالتالي ما نعاقبوش الناس اللي يقوموا بواجبهم الجبائي على خاطر ثم أقلية ما تقومش بواجبها الجبائي. ثم طلب حوار. يا ناس ايش نحكيو؟ الحكومة قطعت الحوار، خذت اللي ساعدها من المشروع نتاع المحامين ولوحت الباقي كله. مشروع موازنة 2017 تراه الحكومة خيارا أملته دقة المرحلة الاقتصادية، ويرفضه الاتحاد العام التونسي للشغل والأطباء والمحامون، معتبرين أن الدولة عليها أن تتجه أولا إلى رؤوس الفساد وكبار المهربين. بعد اعتراض الاتحاد العام التونسي للشغل على مشروع موازنة 2017، يأتي الدور اليوم على المحامين. إعلان للغضب ووصف للمشروع باللا دستوري واللا عادل. عماد شطارة، تونس، الميادين. لليوم الخامس على التوالي تستمر تظاهرات عناصر الشرطة في العديد من المدن الفرنسية تعبيرا عن استيائهم من الظروف القاسية التي يعملون فيها وتعرضهم للمخاطر باستمرار من دون حماية كافية. التظاهرات التي انطلقت أولا في باريس امتدت لتشمل مدن كالي، تولون وليل، وهي اندلعت بعدما تعرض دورية للشرطة لهجوم مسلح أدى إلى إصابة العديد من عناصرها بجروح بليغة. إلى أبرز بعنوانات بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح مع زميل أحمد عبد الله. أحمد تفضل. شكرا أحمد. صباح الخير مجددا مشاهدينا. نبدأ جولتنا من صحيفة الشروق التونسية. في عملية نوعية للأمن، الإطاحة بأمير داعش في تونس. بكامل محاكم الجمهورية المحامون يضربون وبالتصعيد يهددون. إلى صحيفة الصباح الجديد العراقية. أكد مقتل نحو 40 من عناصر داعش وتفجير 15 عجلة مفخخة. جهاز مكافحة الإرهاب يقترب بسرعة قياسية إلى مدينة الموصل بتحرير ناحية برطلة. شكوى لثلاثة نواب من الموصل تسفر عن مذكرة قبض بحق المحافظ السابق. أثيل النجيفي يواجه عقوبة الإعدام عن جريمة تسهيل دخول القوات التركية. وأيضا في الصباح الجديد، المرجعية تشدد على وحدة العراق بعد تحرير نينوى وتدعو الساسة للانتباه لأخطائهم. ننتقل إلى صحيفة الحياة السعودية وفي أبرز عناوينها. غزوة كركوك تمرين يسبق معركة الموصل. أمريكا تؤكد اتفاق العراق وتركيا على مشاركة أنقرة في استعادة المدينة ودحر داعش. تركيا تشارك في تحرير الرقة. معابر حلب مقفرة ومجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقا بجرائم حرب. وأيضا في الحياة، واشنطن تشكك بنجاح التسوية الرئاسية للبنان.
عون يرفض تأجيل جلسة الانتخاب، والحريري يعالج اعتراضات نواب كتلته. ننتقل إلى لبنان وتحديدا مع صحيفة السفير، ونقرأ في عنوانها الرئيسي: عشر شبكات في 10 أيام، الضاحية وصور. كري: لست واثقا من نتيجة دعم الحريري. الاستعدادات تتكثف لمنازلة حاسمة في حلب، الجيش يرسل تعزيزات، وبوتين يراهن على نهاية وشيكة. الخلايا النائمة لداعش تخترق كركوك، واشنطن تفتح الباب أمام دور تركي في الموصل. نتابع جولتنا ونصل إلى صحيفة الثورة اليمنية، وفيها هدنة كيمون والشيخ في مهب الريح، الصماد استخفاف دولي بدماء اليمنيين، وتغطية على الجرائم السعودية، غارات جوية على صرواح ونهم، وعسلان بشبوة. قبائل اليمن تتداعى للرد على مجازر العدوان. ننتقل إلى صحيفة الوطن العمانية، وفي عناوينها: الجيش السوري يحبط هجوما في جوبر، وروسيا ترى فرصة لفصل الإرهابيين بحلب، اليمن تبادل اتهامات خرق الهدنة، والقصف مستمر. ونختم مع صحيفة الأهرام المصرية، وفي عنوانها البارز نقرأ: هدوء في حلب، وسوريا تهدد بإسقاط أي طائرة تركية تخترق مجالها الجوي. مع صحيفة الأهرام المصرية نصل المشاهدين إلى ختام هذه الجولة على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم. عودة إليك أحمد. شكرا لك أحمد. تبدأ الميادين مساء اليوم عرض سلسلة أفلام وثائقية ميدانية تحت عنوان حرب داعش والعراق. فيلم اليوم هو الأول من 6 أجزاء يروي القصة الحقيقية والسرية لتنظيم داعش في العراق. جئناكم بالذبح، جئناكم بالذبح، جئناكم بالذبح. أكثر من عام من البحث المعمق والدراسة الميدانية ليكون واحدا من أكبر الأعمال التوثيقية عما يستهدف العراق من أخطار داعش. حرب داعش والعراق وثائقي في 6 أجزاء. تبدأ الميادين مساء السبت بعرض أول أجزائه. والله نقطع رؤوسهم واحد واحد. سلسلة أفلام وثائقية تروي القصة الحقيقية والسرية لتنظيم داعش في بلاد الرافدين، تستعرض نشأة التنظيم وفكره التكفيري في البيئة العراقية بدءا من 80s القرن الماضي، مرورا بدور الاحتلال الأمريكي ودعم بعض الدول الإقليمية وتعزيز الانقسامات والتجيش الطائفي. نصحنا الكثير ممن هم كانوا على ساحات المنصات وفي ساحات وفي خيم الاعتصامات، اجعلوها للمطالب التي تطالب بالحقوق وتطالب برفع الظلم. 6 أجزاء تتناول سلسلة المعارك التي خاضها التنظيم داعش في العراق وأبعادها العسكرية والجيوسياسية والاستراتيجية. بعض من موظفي السفارة الأمريكية يأتون إلى أسخن مناطق في العراق مسيطر عليها من قبل تنظيم القاعدة. وفي جزئه الأول وتحت عنوان طائفية تقسيم، يكشف الوثائقي الذي أنتجته الميادين وأعده علي جوني المراحل التي تعاقب عليها هذا الفكر من الزرقاوي حتى البغدادي. كيف أعلنت الساعة 0 لمشروع تقسيم العراق؟ أي خرائط وضعت لهذه الغاية؟ وكيف استقطب داعش دعم كل المؤيدين لهذا المشروع؟ When there's a self-sustaining sectarian violence, only one of 4 possibilities. It either expires, they kill one another off. 2, you impose a dictator. 3, you have an empire. Or 4, you have a federal system. وفي الوثائقي احتلال الموصل وتفاصيل مجزرة سبايكر التي يرويها أحد عناصر داعش الذي شارك بنفسه في المجزرة. أكو جنود بالسبايكر تجيبون لي إياه. حرب داعش والعراق، طائفية تقسيم. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. عشرات الشهداء والجرحى بقصف أمريكي على مجلس أعزاء بكركوك، وطهران تقول إن ذريعة محاربة الإرهاب لا تبرر قتل الأبرياء. الميادين تكشف الخطة التي يتم تنفيذها بين إسرائيل والمجموعات المسلحة في الجولان لترحيل 10,000 السوريين إلى كندا عبر إسرائيل.
كلينتون تصف ترامب بأنه الأكثر خطرا على الديمقراطية، والأخير يتهمها بأنها الأكثر فسادا. حرب داعش والعراق، سلسلة أفلام وثائقية على شاشة الميادين بدءا من اليوم. ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.